في أمسية رائعة وبحضور جماهير غفيرة ومدعوين من مشايخ الولاية وتحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي رئيس هيئة الطيران المدني، أسدل الستار عن بطل كأس شجع فريقك لولاية صحم بظهور بطل جديد أثبت نفسه وجدارته في مقارعة من هم سبقوه في حصد البطولات. كان ندا قويا لكل الفرق التي صادفته، فكان حصانا أسود في هذه البطولة. إنه البطل الجديد فريق النجد صاحب كأس بطولة شجع فريقك 2014 هذا الموسم. وبالعودة لمجريات المباراة، قام الشيخ ماجد المعمري بالسلام على اللاعبين برفقة رئيس النادي. قاد المباراة حكم الساحة حميد الخنصوري والذي أعلن انطلاق المباراة. ذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح وأعلن النجد بطلا لدوري شجع فريقك بولاية صحم. وكان لنا لقاء مع راعي المناسبة للحديث عن الحدث. سعادتك، رحب بك في منتديات جماهير صحم وعشية ختام بطولة شجع فريقك بنادي صحم. سعادتك، كيف تشوف النهاية؟ بداية أنا سعيد أن أكون وأشهد المباراة النهائية لدورة شجع فريقك. في الحقيقة شاهدنا اليوم عرس رياضي رائع، يعني أعتقد أنه الجماهير، يعني الحضور الجماهير الكبير في الحقيقة هو دليل على نجاح هذه الدورة. النهائي كان رائع، الفريقين طبعا لعبوا كرة ممتازة في الحقيقة، ولكن ترى نهاية المطاف كرة القدم لابد أن يكون فيها فائز وخسران. نبارك للفريق، فريق النجد الفائز بالمركز الأول طولة هذه الدورة، وأيضا حظا أوفر إن شاء الله لفريق العروبة في البطولة.